كل واحد يهدي التاني، مش يهديه، لا، يوجه له رسالة بإيقاع. طب ليه؟ لا يا في حبه قبل. لا قولي ليه بقى؟ اللي هو خافي على بيتك يعني، فاهم؟ ايه؟ خافي على بيتك. يعني دي طبلة انذار؟ اه طبعا. لا دي طبلة الفرفشة. كده لحق نفسه. لحق نفسه. مساء الخير. انذار مين؟ انذار مين ده اللي استاذة على وش ولادة؟ ده انت اللي كل الانذارات حواليك، انت مش عارف اللي جاي. طب وانت يا علا لو في ايقاع بتفكري اللي هو تبعتي بيه رساله لعزة؟ ما اعتقدش ان فيه. محتاجة توضيح خالص. دي الفرقة معاها، دي القصة. الفرقة بتجوز معاها. اه ده لعبوا معاها احسن ما لعبوا معاها. أيوة بس هقول لك على حاجة، ده مش معناه ان هي بتشتكي من زوجها ولا حاجة، بس طبعًا هي طبعًا. دلوقتي زوجة وحامل وعلى وش ولادة، ف الحمل تقيل وكتير يعني، فده بيعبر عن هعيط. عايزة اعيط. طب صالحيه بقى، صالحيه يا علا من غير رأس. صالحيه انا فيا حيل. صالحيه حبيبتي، الف مبروك وربنا يقومك بالسلامه. طب هو كله كلام علا ولا ايه؟ في البرنامج انا معاها برضه. انت فاهم معجزه الحمل والولاده دي؟ ما تعرفش يعني؟ انا بره الحوار. لا مش بره الحوار، انا كنت عايزه اقوله انه انت بعد ان شاء الله ايام او اسابيع هيجي اللي يرقصكم انتوا الاثنين على ايقاع ليل ونهار. انت دي مش فاهم البيبي اللي ان شاء الله ربنا يرزقكم بيه، يعني ايقاع الواء بتاعه هيعيشكوا احلى حياه. لا انا نازل رايح اقعد مع ام حسام هناك في البيت. انا فرقه مش عارفه ليه يعني، عايزه انتوا اسمكم الرسمي تيمبو باند للايقاعات الشرقيه، بس حاسه انه تيمبو باند للايقاع الشرقيه فرفوشه يعني، انتوا كل حاجه فيها فرفوشه. الجزء الثاني فرقه الزوجه الثانيه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.